يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الذي يذبحه المحصر هل يشترط أن يذبح في الحرم؟ يذبحه في مكان الإحصار الذي يحصر به، في المكان الذي يحصر به يذبح الهدي ويتحلل من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية نحر هديه في المكان، والحديبية خارج الحرم. الحديبية خارج الحرم. نعم.